السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة لؤلؤة الجسيم، كنرحب بك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير، واموركم هانية ان شاء الله وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا مع بعضنا الحامض المسير، او كيما كيقولوا المصريين الليمون مخلل. دابا حط عندي هاد الكمية ديال الحامض هادي بعد ما غسلته وسقطرته مزيان من الماء. كي كتشوفوا يعني كنحيد له ديك النبراتة الصغيرة، كنقطع منه غير الطريف غير الراس الفوقين. كنحتاج هنا عندي تقريبا واحد جوج كيلو ديال الحامض. غنحتاج ليه عندي الملحة تقريبا بكية مع مراش ديال الملحة العادية اللي كنشرو من عند بائع مواد غذائية تاعت البيت. وعندي هنا كاس ديال الزيت البلدية ما عامرش، كتعجبني بزاف انايا كنبسس الملحة بالزيت البلدية. وغنحتاج لهاد القرعة هادي او هاد الانية فين غنحضرو وغنسد عليه. وانا اختاريتها بالفلتاج لان ما تنبغيش دوك اللي كيتسدو بحال هكا كيلصقو، تيبقاش بيحيدو الفلتاج تيخليك انك تتحكمي فيها وما كتخرجش ليها الهواء. دابا غادي نبدا نقطع الحامض عندي كيف كتشوفوا على أربعة، ولكن ما كنهبطش حتى لتحت غير حتى النص ديال الحامضة وتنحبس. دابا درت الزيت البلدية في الملحة ديالي، غادي نخلطها مزيان حتى الملحة كتلبس مزيان بديك الزويته. وغادي نبدا ندير في الفتحات ديال الحامض عندي. صافي دابا كملت فتحت الحامض ديالي كامل، يعني باش تجيني الخدمه ساهله في مره واحده نخدم، ما بقاش كل وحده نهزها نفتحها بوحدها. ثم كي كتشوفوا كندخل الملحه مزيان في دوك الفتحات اللي فتحت، وكنبقى نستمر بحال هكا حتى كنعمر القرعه ديالي. عاد النتيجه ديال الملحه والحامض انا مرفه نخدم بايديا، يعني باش كنحس بالحاجه فين وصلت. صافي استمريت بحال هكا حتى كملت القرعه ديالي كلها. ودابا كنبداو تندكو مزيان، تبقاو نضغطوا على الحامض باش يهبط لتحت، باش يعني يتعصر من الماء ديالو مع الملحه والزيت البلديه، كتعطينا واحد الجيلاتين عاقد بزاف زوين. شتو هو بدا كيطلق الماء ديالو في التحت ديال القرعه. هاد الحامض هذا ناجح 100%، حتى الاخوات اللي تيقولوا ما تينجحش معنا الحامض اولا تيخسر لينا، الزيت البلديه راه كتحافظ عليه. سمحوا لي غسلت ايديا، قطعت الفيديو تاع غسلت ايديا، وهذا هذه هي الحركه اللي كندير انا دائما تقريبا يوميا، ما تنحلش عليه، تنبقى غير تنقلب القرعه وتنعاود نحطها على القاع ديالها. اذا هنا البنات غادي ندوزو نستمروا مع الحامض ديالنا، وغادي نديروا النوع الثاني ديال الحامض اللي هو كيجيب الفلفله الحاره والثومه. هاد الحامض هذا كيمشي مع الحوت، مع كويرات ديال السردين، مع بسطيله الحوت، يعني اي حاجه فيها الحار وكنحتاجوا لها الحامض كيمشي مع هاد النوع ديال الحامض هذا. كنستمر بحال هكا كيف شفتوا الاخوات، زعما مغسول ومسقطر مزيان في الشبيكه، وضروري خاصو يتغسل مزيان وتحيد منه داك التراب ديالو مزيان. انا ترقدو وتنخليه تيطلق داك الغبره اللي فيه. دائما كندير القرعه ديال الفيلتاج، هاد القرعه هادو ما تيخسروش ليا الحامض. واللي بغى يدير ديال الزاج حتى هو مزيان، انا واحد المره درت ديال الزاج واضطرت قتلي من التحت، يعني القاع ديال القرعه كله هبط لي، ما عرفتش اشنو السبب. من تما ما بقيتش كندير الزاج، وليت كنستعمل غير هاد الاواني هادو حتى هما مزيانين كيحافظوا. هكا كنستمر الاخوات كندير الحامض ديالي هكا في نفس الفتحات نفس الطريقه الاولى، غير هو بلا الزيت البلديه، ما درتش فيه الزيت البلديه. كنستمر بحال هكا حتى كنعمر الاناء ديالي طبقه بطبقه، وكنحط الفلفله والثومه. اللي بغى يزيد ورقات ديال اليزير، يعني عريشات اليزير، ورقات سيدنا موسى. واخيرا غادي نجيب للنوع الثالث. كما كتشوفوا انا صافي كملت القرعه ديالي كلها الاناء، يعني هذا الحامض النوع ديال الحامض ما كثرتش منه، لان غنحتاج نهزو منه غير ربيع، ماشي بحال الحامض الاخر كنحتاجوه مع المرق ومع بطاطا والزيتون ومع كلشي. عمرته بالملح مزيان، وزدت عليه واحد الفليفله من الفوق باش يجي كله من السم، يعني من تحت ومن الفوق يجي حار.
صافي كنسد عليه وكنستمر. هذا هو الحامض اللي حضرت في الاول في الفيديو معاكم. دابا راه دازت عليه 21 يوم تسنيتو، عاد كملت معاكم الفيديو باش نوريكم النتيجه ديالو كيفاش ولا دغيا، ولا اللون ديالو يعني شتو على اول لون ديال الحامض، الفرق ما بينه وبين القرعه الاولى اللي الثانيه عفوا اللي عاد درت، واللون ديال الحامض الاول اللي بزيت البلديه كيولي عكري وتيتعسل ويعني تيعطي واحد اللذه رائعه وما تيخسرش. دابا غنحضر انا وياكم النوع الثالث ديال الحامض، قطعته ربعه بحال هكا، غندير منه غير قرعه صغيره، يعني انا غامرت هنا في هذه القرعه ديال الزاج. هاد الحامض هذا كيجي مع الطنجيه اللي كيجي معسل، غادي نديرو الحامض معسل. كنعرفوا المطبخ المغربي دائما المالح والحلو، كندير طبقه ديال الحامض، كنزيد عليها طبقه ديال الملحه، كنزيد عليها واحد المعلقه مازال ديال السنيده، كنستمر بحال هكا حتى كنعمر الاناء او القرعه ديالي كلها. يعني ضروري هاد الحامض هذا تيكون من السنه للسنه موسمي، يعني ما كنلقاوش على طول العام. مني يكون الوقت ديالو دابا نحضروه في البيت ديالنا، ما غنندموش عليه. والمبتدئات انا وريتكم يعني القناه ديالي ماشي تعليميه، وانما كنوري غير المبتدئات كما بدينا حنا كاملين، كنا حنا مازال كنتعلموا من بعضياتنا. نتوما كي كتشوفوا استمريت بحال هكا، واخا يعني كنبقاو ندكو مزيان حتى كتهبط لنا القرعه كامله. اذا اخواتي هادو هما الاشكال الثلاثه اللي حضرنا مع بعض ديالنا. كما كتشوفوا الحامض الاول اللي بالزيت البلديه يعني ناجح 100%، غير جربوه وردوا عليا في التعاليق ديالكم زوينه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل، هذا عندي عامين هادي هو محضراه عندي في البيت، ما كيخسر ما حتى شي حاجه، غير حاجه وحده نصيحه الوحيده هي ما تبقاوش تحلوا عليه من اول التحضيرات ديالو، خلوه واحد 20 يوم شهر عاد حلوا عليه وبداو تلقاوه كيهبط وكيطلق الماء ديالو. الشكل الثاني اللي هو بالفلفل الحار والثوم، تقدروا تزيدوا عليه اليازير او اوراق الرند يعني ورقه سيدنا موسى. والشكل الثالث اللي هو بالحامض والسنيده، هذا كيمشي مع الطنجيه خاصه. كنتمنى ان اشكال ديال اليوم يكونوا عجباكم بزاف، وديروهم في البيوت ديالكم، تردوا عليا في التعاليق. يعني استعملوا الاناء اللي بغيتوا على حسب الكميه اللي عندكم. انا هذا حضرته غير في قريعه صغيره. الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء، وما تنساوش تدعموا اختكم لؤلؤه في التعاليق ولا ابوني. الى اللقاء وشكرا.